مشاهدينا الكرام، نحن الآن نستكمل هذه المسيرة الميدانية الإعلامية التي ننقل فيها في الصورة الحية داخل مدينة البريغا، داخل شركة سيرت لتصنيع النفط والغاز، لنرد على كل القنوات المغرضة. وها هي مدينة البريغا تحيي كل الأحرار الشرفاء في ليبيا. نحن داخل مصنع المصانع لتكرير النفط والغاز داخل شركة سيرت الصامدة، ونوجه رسالة للإعلام المغروض، الإعلام الزائف الذي ينقل في الصورة الخاطئة على مدينة البريغا، بل بالعكس إن مدينة البريغا صامدة وكل موظفيها صامدون وبرعاية الشعب المسلح. تحية كل التحية إلى الشعب المسلح. ونحن الآن على تمام الساعة 5:30 تماما، التاريخ 26/7/2011. نحييكم من جديد وفي الملتقى من جديد باسم الصول مدينة البريغا شعبية جدابية. نتجول الآن داخل مدينتنا، مدينة البريغا الصامدة، مدينة البريغا مدينة الحياة لكل الليبيين. نعلم أن مدينة البريغا مدينة الحياة لكل الليبيين، على مشارفها نعيش، على رزقها يعيش كل الليبيين. وها نحن هنا في مدينة البريغا 26/7/2011. تحية لكل الأشراف الأحرار في مدينة البريغا. ها هي البريغا الصامدة تحييكم، ها هم رجال البريغا، ها هي المدينة الصامدة. وها نحن هنا على تمام 5:05 ونلاحظ مدينة البريغا كيف هي صامدة. نحن نتجول الآن داخل جامعة النجم الساطع بالبريغا مساء اليوم 26/7/2011 على تمام الساعة 6:00 مساء. تحية لكل الشرفاء من هذه المكانة العلمية المتقدمة. نشكر كل الأخوة المشاهدين. تحية النصر.